منتخبنا الوطني يستضيف نيوزيلندا وديا استعدادا للقاء تركمانستان في التصفيات الآسيوية. الاتحاد الدولي لكرة القدم يختتم اليوم دورة مدربي كرة القدم للصالات في السلطنة. وتواصل الإثارة والمنافسة في ماراثون عمان الصحراوي والمرابط يحافظ على الصدارة. مشاهدينا الكرام، اسعد الله مساكم بكل خير، اهلا وسهلا بكم في النشرة الرياضية المحلية، والبداية دائما بالاخبار المحلية، حيث يخوض منتخبنا الوطني الاول لكرة القدم مساء اليوم مباراة ودية مع نظيره نيوزيلندي على استاد السيب الرياضي، وذلك ضمن تحضيرات الاحمر لمواجهة تركمانستان في التصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2018 وأمم آسيا 2019. يسدل الستار بعد قليل على ودية الأحمر مع نيوزيلندا، والموعد لن يتجاوز الساعة 6 مساء بحسب إشارة برج الصحوة في قلب العاصمة مسقط. ومستطيل استاد السيب موعد الحدث المرتقب، والهدف وضع آخر اللمسات والرتوش على تشكيلة الأحمر قبل الإقلاع الأسبوع المقبل لعشق أباد، تحضيرا لمواجهة التركمانستان ضمن التصفيات الآسيوية المزدوجة. الأحمر وبحسب آخر الأنباء الواردة من معسكره جاهز بعد انطلاق تجمع اللاعبين في 2 من الشهر الجاري، بعد أن وضع دوري المحترفين أوزاره ولو إلى حين، وانضم الثلاثي المحترف، ولا غيابات تذكر ولا شيء يعكر الأجواء إلا ما ندر. على الجانب الآخر، الإنجليزي أنتوني هيدسون الخبير بالكرة الخليجية، فهو الرجل ذاته الذي ترك البحرين على حين غرة من أجل عيون الكل أبيض منتخب نيوزيلندا. الرجل الإنجليزي يقابل جاره الفرنسي لوغوين في حوار مدرستين من أعرق مدارس الكرة في أوروبا، ولكن مع اختلاف الأسماء والخبرات والعناصر والأدوات. هيدسون تضم تشكيلته لاعبين ينشطون في ناديي ويلينغتون وأوكلاند بالدوري النيوزيلندي، وعدد آخر قادم من دوري الجارة أستراليا، وغياب لعدد من الركائز الأساسية لفرقة الأول وايت، ولكن الضيف الأقيانوسي بمن حضر. وجل الطموح ظهور مطمئن قبل مفصلية عشق أباد التي ستضع نقاط الأحمر على حروف المهمة المزدوجة. فيا ترى ماذا تخبئ قادم الأيام؟ فحلم روسيا بات يتأرجح على كف عفريت. يلتقي المنتخب الإيراني بعد قليل مع منتخب تركمانستان ضمن الجولة 7 من التصفيات الآسيوية المزدوجة تحت قيادة مدربه البرتغالي كارلوس كيروش. ويسعى المنتخب الإيراني في الجولة 7 لتحقيق الفوز على تركمانستان في المواجهة التي تقام على ملعب أزادي بالعاصمة طهران، بعد أن خرج متعادلا بهدف لهدف في مباراة الذهاب التي أقيمت بالعاصمة التركمانية عشق أباد. وتحت الإيران المركز الثاني بالمجموعة الرابعة بثماني نقاط خلف منتخبنا المتصدر بإحدى عشر نقطة. تختتم اليوم دورة مدربي كرة القدم للصالات تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم في مشاركة كبيرة من مدربي الصالات بلغت 30 مشاركا، وبحضور المحاضر البلجيكي بيني ومساعده المحاضر المدرب يونس الفهدي. في إطار المساعي لتطوير مدربي كرة القدم للصالات وفي محاولة للنهوض والرقي باللعبة محليا، تختتم اليوم دورة الاتحاد الدولي لكرة القدم لمدربي كرة القدم للصالات. وتأتي الدورة تحت إشراف الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، وتحظى الدورة بمشاركة كبيرة من مدربي الصالات المحليين، حيث بلغ عدد المشاركين 30 مشاركا، 3 مدربات و27 مدربا. ويحاضر في الدورة المحاضر البلجيكي بيني
وشاركه مساعد المحاضر المدرب يونس الفهدي مدرب المنتخب الوطني للصالات. الدورة انطلقت يوم الأحد الفائت، وهي تعتمد على الشقين النظري والعملي، وتستمر من الفترة الصباحية حتى الفترة المسائية، حيث يقضي المدربون الفترة الصباحية في الدروس النظرية التي تراعي التعريف بلعبة كرة القدم للصالات وطريقة اللعب والتكتيك والتحليل والعمل الجماعي، في حين تستغل الفترة المسائية للتطبيق العملي في محاولة إيجاد اتزان بين الشقين للخروج بأكبر استفادة ممكنة من المدربين المشاركين في الدورة. وعبر المدربون عن استفادتهم الكبيرة على مدى الخمسة أيام التي أقيمت فيها الدورة. نسوي دورة للصالات يعني المحافظات التعليمية، وبدوا الحين حتى يدخلوها في القوات المسلحة، بدوا يدخلوها في المؤسسات والدوائر الحكومية، لكن نتمنى من الاتحاد العماني لكرة القدم أنه يقيم دوري خاص للصالات للأندية، على الأقل نبدأ يعني بدوري المحترفين نفس يعني الأندية اللي تكون في دوري المحترفين. الحمد لله رب العالمين، في استفادة كبيرة كأول دورة للصالات مع المدرب البلجيكي، ما شاء الله يتمتع بخبرة كبيرة ومساعد المدرب الكابتن يونس الفهدي، والحقيقة استفدنا منها الكثير والكثير من ناحية التكنيك والتكتيك وأشياء كثيرة، والحمد لله رب العالمين، من خلال الأشياء النظرية والأشياء العملية. استفادة منها من دور البطولة هذه لكرة الصالات، كنا نتمنى من الاتحاد العماني أساسا إن شاء الله بتنتشر البطولة هذه لكرة الصالات لجميع السلطنة وإن شاء الله لجميع الأندية كنمارسها ونطور اللعبة في المستقبل إن شاء الله. طبعا الهدف من هذه الدورة الاتحاد يقيمها للمدربين على أساس نشر اللعبة وإمكانية أيضا إقامة دوري في المستقبل، على أساس أن هؤلاء المدربين راح يكونوا أيضا يقودوا الأندية سواء على الأندية والمحافظات، وبالتالي يأهلهم من الناحية الفنية ومن الناحية البدنية ومن ناحية أيضا معرفة لعبة الصالات. استفادة جدا ممتازة خلال هذه الدورة، استفدنا من المحاضر كثير متميز في أشياء إحنا كنا ما عارفينها خلال الفترة الماضية، راح وضحتنا هذه الأمور وانفتحت أمور كثيرة. أنا سعيد جدا بوجودي في عمان، الفيفا دائما تهدف لتطوير لعبة كرة القدم للصالات، ونتمنى أن يتم إدخالها في المدارس، ونحن حاولنا من خلال هذه الدورة أن نضع مجموعة من الأسس المهمة بالنسبة لمدربي الصالات، وأتمنى أن يكونوا حصلوا على أقصى استفادة ممكنة. إذا مشاهدينا الكرام، هذا كل ما لدينا من أخبار في النشرة الرياضية لهذا اليوم، نلتقيكم غدا في نفس التوقيت، دمتم في رعاية الله، إلى اللقاء.